طيب احنا لسه يعني مش هنبعد قوي عن اجواء رمضان، بس يعني عايزين نعرف بقى منك الفترة او شهر رمضان بشكل عام تقضيه ازاي، اليوم مع الاسرة ازاي؟ بص، احنا اول يوم والدة المدام عندنا بتجمع كل، يعني ده خلاص بقالنا سنين متعودين على كده، وده طبعا بعتبرها والدتي، يعني ربنا يديلها الصحة يعني. فاحنا كلنا بنتجمع ايا كان بقى عندي او في اي مكان، بس هي اللي بتبقى متحملة اليوم ده، هي تحب كده. ممكن نعمل اكل في البيت، ممكن نجيب الاكل من بره، المهم هي احنا بنبقى واغلبيه وقتنا كده، يعني احنا اغلبيه وقتنا في رمضان احنا متجمعين. فهي اليوم ده بالنسبه لنا بنيجي، يعني بنصحى الصبح على الساعه 12 الظهر واحده كده، اللي بيصلي الظهر وبنوصل هنا بنبقى كلنا متجمعين في المكان اول يوم في رمضان من العصر، اللي يقرا قران واللي قاعد بيدردشوا مع بعض واللي بيتكلموا مع بعض. ونيجي بقى يوم وقت الفطار بقى، كل واحد بايه بيجهز الطبق بتاعه، هاكل ايه، بحب ايه، وهي الحمد لله كل واحد بيحب حاجه في اليوم ده بتحاول تجيبه تعمله. يعني انا عن نفسي لو حتى انت حاطه قدامي خرفه ما بحبش الضامي، فهم عارفين اكل، فبيبقوا عارفين ياسر بيحب حاجه معينه، فدي حاجه كويسه. وفي نفس الوقت الصلاه بقى بعد الفطار، بنصلي المغرب مع بعض، وبعد كده بنخش على صلاه العشاء والتراويح. ايام بتبقى الطقوس عارفه، اوقات بقى تسافر المنصوره لاخواتي افطر معاهم هناك، اوقات هم يجوا لي، يعني الايام كلها بتبقى ايام جميله. وانا بحب او انا بنصح الناس كلها في شهر رمضان، يعني مش بنقفل المطاعم والله، مش بس انا كل ما اكل في مطعم ولا حاجه بره بيبقى سعر الاقي الاكل حاطط صعب. الاكل قبلها بساعه قدامي، صح، فما بعرفش اكل. فخلينا برضو واقعيين، مش عايزين نقفل محلات في رمضان، بس خليهم شغالين، بس يبقى اتمنى اللي هو مش لازم تجيب عدد الناس كلها تدخل، هات على قد الكم اللي عندك، بس يبقى الاكل نازل فريش. عشان كده انا ما بحبش بصراحه، انا في رمضان بحب اكل البيت عموما كمان. وانا كمان.